السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغلت قضية الولاء والبراء مساحة واسعة من اهتمام العلماء التي اعتبرها كثير منهم أصلا من أصول الإيمان ولازما من لوازم التوحيد. فما حقيقة الولاء والبراء؟ وما مجالات تطبيق هذه العقيدة؟ وما مظاهرها؟ هل أثرت حالة الاستضعاف التي يمر بها المسلمون منذ عقود طويلة على فهمهم لهذه العقيدة وتطبيقها؟ كيف يمكن فهم الولاء والبراء والعمل به في ظل عالم تحكمه قيم المنتصرين وعاداتهم وثقافاتهم وفق ما يعرف بنظام العولمة؟ الولاء والبراء هو موضوع حلقة اليوم من برنامج مقاصد الذي تأتيكم حلقته هذه مع الدكتور عبد الخالق الشريف رئيس أكاديمية الشريف للعلوم الشرعية. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين، ومن خلالكم بطبيعة الحال أرحبوا بضيف الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم وبكل الإخوة والأخوات المشاهدين، حياكم الله دكتور. بارك الله فيكم. ندلف إلى موضوع الحلقة من باب التعريف، من باب المفاهيمي. ما الولاء والبراء في اللغة وفي الاصطلاح؟ جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن لي ببعض المقدمات الفكرية لكي يتضح للأخ المشاهد أمور. الولاء والبراء ليست قضية إسلامية، الولاء والبراء قضية إنسانية. كل البشر عندهم ولاء وبراء لعقيدة، لدين، لمذهب، لرأي. فإذا ما زاد كان إفراط وتفريط، وإلا تعالى ما سر هذه النشوب الحروب؟ ماذا كان يقول هتلر لألمانيا؟ كان ولاؤهم له ويبرؤون من غيره ويقاتلون أشر قتال. ماذا كان يفعل النصارى الروم في أقباط مصر؟ هؤلاء كاثوليك وهؤلاء أرثوذكس كانوا يضطهدونهم، يعذبونهم، رفعوا القسيس المصري القبطي من على كرسي الكهنة وألقوه بعيدا في الجبال. فولاء وبراء هذا ليست قضية فكرية إسلامية أبدا، هي قضية فكرية إنسانية مع الناس جميعا، فطرية. فطرية. أمس الأول، عفوا قبل حتى أن أعرف أني سأتي، أقلب في الفيديوهات فوجدت كاهن مصري من دقيقة واحدة يقول لراعي الكنيسة أن إياكم والمذهب الفلاني، مذهب آخر يعني في الكنيسة، لا تذهبوا إليه، يسوعنا غير يسوعهم، من ذهب إليهم مطرود من عندنا، ليس له كذا وكذا. هذا هو الولاء والبراء، يرى أن من ذهب إلى الكنيسة الأخرى مطرود من عنده، وأنه لا يأخذ المنح التي عنده أيا كانت صحة عقيدة أو غير عقيدة عنده. أنا بتكلم على قضية فكرية أساسية. فقضية الولاء والبراء أولا قضية بشرية. بعض البشر أو كل البشر، هو حينما نشأ الاتحاد السوفيتي وأطلق الشيوعية كان بيحارب كل البلاد التي حوله، ليه؟ وبيدخلهم الشيوعية ليه؟ ولا يقبل من أحد أن يكون على غير هذا. إذن هو له وراء للشيوعية، براء لكل من عدا بدل بيحاربها. يعني هل يمكن القول إنها تدخل في صلب التكوين النفسي للبشرية للإنسان؟ ما أنا سأتي أمر آخر. تفضل. دي النقطة الأولى. طيب. النقطة الثانية أن هذا الولاء والبراء إذا كان في الحدود التي لا ضرر فيها على الغير يقبل ولا يرفض. فأنا لي ولاء لأبي وأمي، ولي ولاء لأسرتي، لكن هل أتعدى بسبب ذلك على غيري؟ هل أظلمه؟ هل أبطله حقه؟ هل بمعنى كما قالوا زمان كذاب بني فلان ولا صادق بني فلان حينما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بقى هنا دخلنا في الخطأ. إنما أنت الولاء والبراء ومحبة، محبة. فإذا كان هذا الحب في حدود الأمور البشرية المعتادة أهلا به ومرحبا. لا نستطيع أن ننكر، لا نستطيع أن ننكر أنك تحب الله وأنك تحب الرسول،
لكن هل حبك لله ورسول يعني أن تظلم الآخرين؟ يعني أن تكحفهم حقهم؟ يعني أن تلغيهم من الوجود؟ هنا الكلام. ولذلك تأتي النقطة الثانية في الكلام، وهي نقطة الإفراط والتفريط. ربما هذا يعني معذرة، أنا مش أتكلم على القضية نفسها، أنا بتكلم على الفكر في المنطق، الفكر إفراط وتفريط في أي قضية. نعم. نأتي لنقطة ثالثة سريعة، وهي أننا حينما نريد أن ننظر إلى أي قضية فكرية أي كانت، نعم، لابد أن يجمع أطرافها من القرآن، من الحديث، من أفعال النبي، من أفعال الصحابة، من الدلائل اللغوية. ما يجيش إنسان يتكلم في الفكر الإسلامي ويأخذ آية ثم يقيم عليها الدنيا. لا يا أخي الكريم، القرآن والسنة شيء متكامل، وفهم العلماء الأول هو المرجع الأول لنا في حدود قواعد اللغة وعدم المصادمة مع قواعد الشريعة. هذه نقاط ثلاث أردت أن أقولها بإيجاز. الولاء والبراء طبيعة بشرية لا تختص بالأمة المحمدية ولا بالإسلام فقط. الولاء والبراء لا يرفض في حدود الأمر المعتاد في البشر، لأنه ليس مطلوب أني أنسلخ من كوني إنسان، لكن المطلوب أن يكون كل شيء في حدوده. فلما قال النبي للرجل لا تغضب، مش معناها انعدام الغضب وانعدام الإحساس، لأن النبي كان يغضب، لكن معناها لا تغضب غضبا يؤدي بك إلى المعاصي وإلى الإضرار بالآخرين. النقطة الثالثة أن الفكر يؤخذ بكل محاوره وشمول أدلته ضمن ثوابته وأصوله. هذا دي مقدمات. هذه مقدمة. لو عدنا إلى السؤال عن الولاء والبراء تعريفا لغة واصطلاحا، ماذا يقصد بالولاء والبراء في المفهوم الإسلامي في اللغة طبعًا العربية طبعًا وحتى في الاصطلاح طبعًا الشرعي؟ طبعا الولاء والبراء، الولاء والمحبة. والبراء له معنيان، إما البعد وإما الخلق، ولذلك من أسماء الله البارئ، فهو له معنيين. أما في الاصطلاح بالمعنى الشرعي، الولاء والبراء معناه محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين ومؤازرتهم ومناصرتهم ونصحهم وتمني الخير لهم وكل المترادفات التي تأتي من هذا الباب. والآخر البراء، أي براء من الكفر والشرك وكل ما يلحق به. الكفر والشرك، أم الكفر والشرك والكافرين والمشركين؟ وهنا دي القضية التي تحتاج إلى شرح، سنأتي على شرحها. لكن قبل ذلك دكتور، كثير من العلماء ومنهم يعني العلامة العالم الكبير ابن تيمية يعني رحمه الله يقول أن الولاء والبراء هو أصل من أصول الإيمان ولازم من لوازم التوحيد. يعني كيف يمكن التعقيب على هذه الكلمة، وهل هذا محل إجماع بين المسلمين؟ أنت أدخلتنا في آخر الموضوع قبل أوله، سنبدأ ثم نعود. طيب لا بأس. حينما كان النبي يحب عمه أبو طالب، هل كان يحب كفره؟ هل يحب الأصنام التي يعبدها؟ هل كان يحب شخصه لأخلاقه ويتمنى أن يؤمن؟ بدليل اعتراف القرآن، إنك لا تهدي من أحببت ولم يعب عليه أنه حب عمه، لكن يكره كفر عمه. هذا بسبب صلة الرحم. أنا ثمة رأي يقول بأن الحب، الحب حب الكافرين الذي يمكن أن يكون مقبلا، وهذا في سياق تقسيم الولاء والبراء دكتور، وسنأتي على ذكره. ما قلت تو، أنا لما أتزوج امرأة من أهل الكتاب؟ نعم. هل أصبح في الصباح أسبها وألعنها؟ هل حينما يكون بيني وبينها ما حل الله ماذا أقول لها؟ أو أقول لها تعالي يا عدوتي، يا كافرة، يا مشركة، يا ملعونة، يا مطرودة؟ هل هذا تكون حياة؟ فأنا أكره كفرها أساسا. بدليل آخر، أنني أسعى لدعوتهم إلى الإسلام، ولا يمكن أن تصلح لدعوة إنسان الإسلام إلا ما يكون فيه أساسا شيء مشترك بينهم، وهو الإنسانية. هلا دكتور، يعني لو أردنا تحقيق الأمر أكثر، بالنسبة للبراءة من الكفر والشرك، هل هو براءة من أنا براءة من هذا الفعل كله؟ نعم. ومن كل إنسان يتمسك به ويعتدي عليه.
حتى من الإنسان إذا ارتكب الكفر والشرك وأصر عليه. أنا مش مجبر أن أنا أحبه، لكن مجبر أنا مطلوب أن أنا أتعامل معه كإنسان. هذا أمر آخر ربما. طيب ما كيف أتعامل كإنسان يعني؟ هنا السؤال، يعني ما طبيعة الولاء الذي حثنا الإسلام عليه وجعله عقيدة من عقائد الإسلام وأي كذلك البراء؟ الولاء والبراء أمر قلبي أولا، قلبي من أعمال القلب. ولا يمكن الحكم عليه بأعمال الظاهر إلا عمل لا يحتمل تأويل. كيف ذلك دكتور؟ احنا دخلنا بقى في الموضوع كله. نعم لا بأس، لا بأس. أنا أعطيك مثال ونفكر بعد كده في الأدلة الشرعية بتاعته. لو أنت رأيتني أدخل كنيسة مرة واثنتين وثلاث وعشر، ماذا تحكم علي؟ لو أخذت بالظاهر لحكمت علي أني تركت الإسلام، وربما أنا دخلت لأحاور الرهبان في حقيقة الإسلام، فهل لك أن تحكم بالظاهر هذا وتخرجني من الملة بهذه السرعة؟ ما ينفعش. وأكبر مثال على هذا الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة. نعم. ارتكب ما يسميه بالقانون الحالي الخيانة العظمى، وارتكب ما يسمى الولاء لغير أهل الإسلام، دل الكفار على عورة المسلمين وأنهم سيقومون بدخول مكة ومهاجمتهم، وكان أحد القلة الذين أصر لهم النبي هذا الأمر، ومع ذلك النبي ما لم يقتله ولم يحكم عليه بالردة، اعتبر أنه ارتكب كبيرة وزاها أنه حضر بدرا فكانت كفارة له، لكنه كان متأولا، وهذا السبب والعلة. أي تأول؟ تأول بأنه يعني كان هو من أهل بدر ونصر المسلمين، هو ما كان يعرف، وما زال يدافع عن بيضة الإسلام. هو حاطب ما قال أنا من أهل بدر، ما قال ذلك. نعم نعم، ده النبي الذي قال. نعم. حاطب قال والله يا رسول الله ما أشركت منذ أمنت ولا ارتددت عن الدين، وإنما أنا امرؤ لصيق بقريش فأردت أن يكون لي يدا عليهم. عمر أراد أن يقال دع أقطع عنق هذا المنافق، قال صدق يا عمر، هو لم يفعل. يبقى إذن النبي صدق قلبه، يبقى الفعل الخارجي خطأ وفعل القلب ثابت. كيف صدق قلبه دكتور؟ هو قال بلسانه بأنه ما زال في حياض. أيوة كشف عما في قلبه. لا أنا لم أنا ما كفرت منذ أمنت. يعني نحن معذرة دكتور، هذا ربما ينافي، ربما مثلا من يأتي ويتهم هذا الكلام بأنه إرجاء، بمعنى يعني الكلام المسؤولية الحكم على الظاهر وليس على النوايا، وحتى هذا يدخل في باب الولاء والبراء، الحكم على الظواهر وليس على السرائر. هذا ليس إرجاء. الإرجاء يترك كل شيء إلى الآخرة، لكن هنا النبي سأل وبحث. نعم. فعلم أنه لم يقصد بهذا. من ماذا علم؟ من ظاهره، من ظاهر كلامه ولفظه. طب وما هو ظاهر؟ نعم، وليس من قلبه. لا، ما هو ظاهر الكلام ايه؟ نعم، اولا ان احنا امرنا في الشريعة كلها ان نحكم بالظاهر، ما يوجد في الشريعة شيء اسمه احكم بالباطن. نعم، وهذا ايضا في الولاء والبراء. طيب خلاص، لماذا تقول بان الولاء والبراء اصله قلبي ولا يضر الظاهر؟ هذا ما قلته جنابك قبل قليل. طبعا، لان هذا الفعل وهذا ما عليه كل علماء الإسلام، ومنهم ابن تيمية ومنهم الطحاوي، حتى قال بعض العلماء أنه العلماء أجمعوا على هذا، الإمام ابن عربي. على ماذا؟ على أن الجاسوس ليس بكافر. نعم، الجاسوس ليس كافرا رغم أنه كشف العورات وأعطى الأخبار ودلس إليهم، ومع ذلك لم يحكم عليه بالكفر، لأن هذا الفعل لا يناقض حقيقة الإيمان إن كان مسلما. لكن ليس على إطلاقه دكتور، وإنما يعني فيما أعلم أن ابن تيمية وكثير من العلماء قيدوا عدم الكفر بقيود وضوابط معينة، ليس على إطلاقه. أنا أقول لك ما قاله الإمام الطحاوي، أجمع العلماء على أن الجاسوس ليس بكافر، ونقل على الإمام مالك قال أنا لا أكفره وأترك أمره إلى ولي الأمر،
أي إذا شاء أن يقتله تعزيرا وليس حدا وليس ردة وليس كفرا. الولاء والبراء من أعمال القلوب. ولكن الأمور الظاهرة منها ما قد يؤدي إلى الكفر، مثل التشبه. لو أن إنسانا خلع بزته ولبس الثياب التي عليها الصلبان ومسك الصليب وفعل كل هذا، هو ظاهرا حكم على نفسه مش أنا، لأن هذا لا يحتمل تأويل. مظاهر الولاء والبراء دكتور، هنا ربما أنت تتحدث عن مظاهر، ما هي مظاهر الولاء والبراء؟ الولاء والبراء كما قلنا هو النصرة. فلو أنا أحب لو أنا أحب الكافر، نعم، وأحب دينه أي الكفر، وأتمنى له الانتصار على المسلمين، هذا هو الكفر البواح الذي لا شك فيه. ولو أنني أصاحب كافرا وأحب أن أشرب معه كأس الخمر، عنده نبيذ معتق ويحسن صناعة الخمور، فأنا لا أحب كفره ولا علي بكفره، أنا إنسان من المسلمين فاسق، أحب شرب الخمر معه أو ألعبه القمار أو نأتي بالمعاصي الكبائر معه، هذا الذي هو عليه. ما الفرق بين أن أشرب خمرا مع كافر أو أشربها مع مسلم؟ ما الفرق بين أن ألعب قمارا مع كافر أو أن ألعبه مع مسلم؟ ما الفرق أن أشارك كافرا في الزنا أو أشارك مسلما في الزنا؟ دي كبائر ما لهاش دخل بالعلاقة التي ينسب إليها هذا أو ذاك. يبقى إذن عندنا ولاء وحب ذات الكفر، هذا المخرج من الملة، هذا هو الكفر الذي أشار إليه القرآن، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي يتولى هذا الكفر ويحبه. وفي فرق بين أنا أشترك مع هذا الكافر في حب معصية من المعاصي أرتكبها معه، هذا معصية شأنه شأن المسلم لا فارق. ما قال الإسلام من شرب الخمر مع كافر عقوبته أشد ممن شرب الخمر مع مسلم، كلاهم واحد. هناك فارق أيضا بين المحبة الطبيعية العادية اللي هي إذا كان أبي ولا يعوذ بالله كافر أو أمي أو ابني أو بنتي، كما يحدث في أوروبا الآن، أوروبا كثير من الشباب أباؤهم على غير الإسلام هم أسلموا. القرآن يقول لنا وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه في الكفر، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، والآخرة واتبع سبيل من أناب إليه. فهنا قسم هذا الحب الفطري الموجود من حب الإنسان لزوجته. طب أين حق الجار الذمي؟ الإسلام جعله حق، حقه ربما المعاملة والإحسان والقسط، طيب، في المعاملة وليس المحبة القلبية. من ما بحبش ما لا أحب كفره. طيب كيف يعني أنا نريد بس أنا نعم. نريد أن نفكك المصطلح، نفك كده إزاي يعني؟ يعني أنا إذا كنت أبغضه بشخصه كيف أقول له صباح الخير؟ كيف أقول له كما قال ابن القيم في منهاج في شرحه لأهل السنة لابتدى لأهل الذمة أنني أتمنى له الشفاء؟ كيف يعني؟ كيف أنا أكرهك أتمنى لك الشفاء؟ أنا أكره كفره، ده أنا أتمنى له النجاح وأن يعود من سفره وأهنئه وأذهب معه إلى تهنئة بولده، هذا كل كيف يكون يعني؟ نعم، هم ربما يحضر السؤال هنا دكتور عبد الخالق فيما يتعلق ببعض الأشخاص المعينين الذين ورد ذكرهم في النص الشرعي، فرعون، هامان، أبو لهب وغيرهم. هؤلاء يمكن نحن يعني مثلا كمسلم ينبغي أن يبغض ويبرأ من كفره أم من شخصه، علما أن النص ورد فيه عينيا؟ احنا عاوزين نفرق بين حاجتين. تفضل. أنا أجيبني هذه الأسئلة أستاذ جهاد. جيد، هذا كافر طوي صفحته على كفره خلاص ما في أمل أنه قد يسلم، لكنها نزلت في أبي لهب قبل أن يموت يا دكتور. أيوة، لأن هذا بخاتمة علمها الله، نعم، فحكم عليه. أنا لا أحكم، الله الذي خلق أبو لهب يعلم أنه سيموت على الكفر لا محالة، أنا ليس لي أن أقول ذلك. ولذلك احنا دائما لما ندرس الطلبة نقول إيه؟ نقول ولو أراد أبو لهب أن يكذب القرآن لأمكنه أن يعلن إسلامه فقط، لكن لا يستطيع
لأن الذي قال أنه من أهل النار عالم الغيب والشهادة، وإذا شهد الله بشيء انتهى الأمر. ليس الحديث هنا عن مستقره بعد الموت في النار أم في الجنة، وإنما الحديث عن البراءة دكتور. هنا التعيين لأبي لهب معذرة ولفرعون يفيد البراءة منه بشخصه ليس فقط من فعل الكفر. أيوة، لأنه مختوم عليه بذلك. أبو لهب هذا نجيب نظيره أبو طالب. النبي يلحف أن يسلم لأنه لم يعلم أنه قد ختم له. لو أن النبي أخبره الله أن أبو طالب سيموت كافرا ما ألح عليه حتى يسلم، لأنه خلاص قطع الأمر. مع ذلك يعني سهيل بن عمرو الذي قال دعه فإن هذه سنيتي هذا سيدافع عن النبي، إذا علم أنه أو يعني انتظر له خيرا. فكل من ينتظر فيه خير أنا أدعوه، أما من ختم عليه فانتهى أمره. حقيقة دكتور يعني قبل أن أذهب إلى الفصل نريد أن نعرف منك المقصد الكلي لهذه العقيدة الإسلامية الولاء والبراء. صحيح أن كما تفضلت بذكر بأنها هي فطرة بشرية، لكن فيما يتعلق بالإسلام ما المقصد الكلي الذي سعت الشريعة من وراء هذه تقرير هذه العقيدة إليه؟ ككل أصحاب الولاء حفاظ على جوهر الناس وإلا يذوبوا وإلا يعرفوا بعد ذلك. كيف يعني؟ لا سمت لهم. لو أننا لم يكن عندنا هذا الولاء لهذا لهذه العقيدة وبراء من كل كفر يعاندها لأصبح لها هوية لنا، يذوب في المجتمع العالمي كما يسعون الآن. إذن حينها لا تعرف هذا من ذاك، والعولمة العالمية بتسعى من وراء ذلك إلى هذا الأمر، أن يذوب تذوب المجتمعات بعضها في بعض، ويبقى الذين يتصدرون المشهد هم في رباط وغيرهم في تحلل. وهذا تحدي أمام عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين، نريد أن نبحثه ليس في هذا المحور المقبل وإنما في الذي بعده في المحور الأخير. وأذنت لي أن نذهب إلى فاصل، فنذهب إلى فاصل ونعود بعده لاستئناف الحديث. أسعدكم الله، ما زلنا في الحديث عن عقيدة الولاء والبراء ومجالات تطبيقها، والحديث دائما مع الدكتور عبد الخالق الشريف رئيس أكاديمية الشريف للعلوم الشرعية. أجدد الترحيب بكم دكتور. أهلا بكم. مجالات تطبيق عقيدة الولاء والبراء، هل هي تنسحب على كامل شؤون الحياة أم أن ثمة مساحات محددة تعمل فيها عقيدة الولاء والبراء وثمة مساحات أخرى لا يعمل بها؟ أحسنت. أنا أولا أريد أن أضيف أمر جديد. تفضل دكتور. الولاء والبراء جزء من الشريعة الإسلامية، وكما أنه إذا قطعت يدي لا تستطيع أن تعيش وحدها فلا بد تعيش الأمر مع كلية الإسلام. ولذلك الولاء والبراء لا يتعارض مع سماحة الإسلام ولا يتعارض مع عدم الظلم في الإسلام ولا يتعارض مع شريعة العدل في الإسلام ولا يتعارض مع الأخذ بحقائق الأمور على ظاهرها وعدم الغوص في القلوب. هذا نقطة أتكلم عنها. قبل أن أخوض في إجابة لحضرتك آتي بقصة جميلة لطيفة
المجيب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، مدينة مردين وهي الآن جزء من تركيا، كانت في الدولة الإسلامية. التتار هاجموا مردين، دمروها، سيطروا على أهلها، أخذوا أهلها ليقاتلوا أهل الشام بالسلاح، أخذوهم عنوة. فكتب من كتب إلى ابن تيمية: ما تقول في أهل مردين؟ هل هم كفر أم منافقين؟ وهل ديارهم دار كفر ولا دار إسلام؟ ولا ما وضعهم؟ وهل أموالهم مستباحة؟ فأجاب ابن تيمية بالآتي: مردين ليست دار إيمان وإسلام، لأن حاكمها ليس مسلم ولا تحكم الشرع، وليست دار كفر لأن سكانها مسلمين. خلي بالك من الكلمة، سكانها مسلمين، مع العلم أنهم بيخرجوا لقتال أهل الشام مع العدو، ما كفرهمش. ثمة قيد هنا دكتور، ما كفرهمش، فهم ليسوا كفار وليسوا منافقين، ولكن عليهم إذا استطاعوا أن يمتنعوا الخروج بأي حيلة من مرض، حتى ولو دفع مال، أن يفعلوا، وإن لم يستطيعوا عليهم أن يهاجروا وأن يجبروا، فعليهم ألا يقتلوا إخوانهم. هذا كله يأتي في ارتكاب الكبائر. لو كان ثمة كفر الخروج معه لكان الأمر له حكم آخر، ما ينفعش. يبقى إذن الولاء والبراء هو السعي لنصرة المسلمين، هذا أساسي، هذا أساسي. لأن بعض الناس، وقد أخذوا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا الذي أنا أراه أنه ورده على سبيل الزجر، حينما كان رجل مع السلطان وكان يؤذيه ويعذبه في السجن، يقول له: أنا ما ليس أنا أن أنا أخيط الصياب، أو أحمد بن حنبل، قال: بل أنت من الظلمة، لكن ما قالش من الكفرة. الظلمة شيء والكفرة شيء تاني. لأن بعض الناس بيقولوا: أنت لو فعلت أي شيء، يعني لو لبست دبل الزواج، هذا ولاء للكفار، لأن هذه الدبلة جاءتنا من أوروبا، ما نعرفها في بلاد العرب. هذه عادات بشرية يا ناس، لا تدخل في الولاء والبراء. ثمة من يقول، هناك رأي يقول بأن هذه ربما لا تكون ولاء قلبيا، وإنما هي مظهر من مظاهر الولاء الذي قد يتطور مستقبلا إلى ولاء قلبي. هنا سألتك قبل قليل عن مظاهر الولاء والبراء. مظاهر الولاء والبراء هي ما يؤدي إلى نصرتهم مع الاعتقاد بأن كفرهم هو الحق. طيب التسمي بأسمائهم، الاحتفال بأعيادهم، كل هذه أليست تعتبر مظاهر ولاء لهم؟ الاحتفال أنواع. احتفاء بعيد كفري مع المشاركة فيه مشاركة تعبدية، وفي احتفاء تهنئة إنسانية، هذه تختلف عن ذلك. قد تقول أنها معصية إنسانية، لك تقول ذلك، لكن عشان أقول خرج من ملة الإسلام، لا وألف لا. لكن كثير من العلماء يقولون، أو العلماء الذين يتبنون قضية مناط التكفير في قضية الولاء والبراء، لا يقولون بأن مطلق الولاء والبراء هو يعني عليه تكفير، بمعنى يقسمون الولاء والبراء إلى مراحل وأقسام، ليس كلها يخرج من الملة. حينما يا أستاذنا الفاضل معذرتنا، أنا أريد من السادة العلماء تفضل أن يعني ينزلوا كل شيء منزلته. نعم، ما يخرج ليش واحد يقول أن هذا الفعل ولاء وبراء، والمسلم يقرأ: ومن يتوله منكم فإنه منهم. المسلم العادي لا يفهم إلا هذا. أنت عالم متخصص، ما تأتيش تقول لي أنا لا أقصد الولاء والبراء هنا بمعنى أنه أصبح كافرا، أقصد أنه أقل من الكبائر. العالم العامي لا يفهم ذلك. خاطبوا الناس على قدر عقولهم. ولذلك لما يأتي الواحد زي شيخ الإسلام الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، يقول: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، فيحتمل ستة أشياء: كفر مخرج من الملة
حال الاستحلال، لا، أي استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله، مش فعل ما حرم الله، استحل، أي رآه حلالا، أي ناقض الإسلام. وأما ما دون ذلك فهو كفر دون كفر، دون كفر، أو كفر بنعمة الأخوة، أو فعل فعلا قد يؤدي إلى الكفر، أو غطى نور الإيمان. ينظر كم يؤول الإمام هذا، هذا هو العلم. ده أنا لما أقول لواحد قبل مثلا، واحد يقول له في عيد الميلاد كل عام وأنت طيب، أقول يا أخي ما في هذه معصية، أنت حر، تراها معصية، غيرك يراها عادة اجتماعية، أنت حر، ما أقدرش أقول، لكن ما أقولوش هذا أنت هكذا وليت أعضاء الله وصرت منهم وصرت من أهلهم، هذا لا. إذا أفهم من كلامك دكتور بأن العادات والتقاليد هي استثناء من الدخول تحت عنوان الولاء والبراء، وأن الولاء والبراء هو قصر على الشرائع، بمعنى أن تقليد الأمم الكافرة في شرائعها هو يدخل تحت عنوان الولاء والبراء، بينما العادات والتقاليد تقليد هذه الأمم بعاداتها وتقاليدها لا يعتبر ولاء. إذا لم تكن هذه العادات عادات تعبدية، بمعنى كيف يمكن تفصيل ذلك؟ بمعنى فلنفرض جدل، يعني إن أنا وهذا أنا رأيته بعيني، يعني معابد بوذا في شرق آسيا، لو دخلت أنا معبد بوذا وخاصة أطوف مثلهم وأعمل الطقوس بتاعتهم بدون ما أتكلم، وسجدت البوذا كما يسجدون، أفعال لا تحتمل تأويل، أسجد لبوذا ماذا بعد؟ وإذا أتينا بمعابد بوذا ونصبناها في بلداننا، هل هذا ينطبق عليه الولاء للمشركين؟ هذا بلا شك إذا كان في جزيرة العرب هو محرم. في أي مكان من العالم الإسلامي؟ لا، ما هو أي مكان يختلف. يختلف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ما جتش على باقي البلاد. لكن هذه واختلفوا. فالشافعية يراها أنها يقصد بها أهل الحجاز فقط، منطقة الحجاز فقط، وغيرهم يقول الجزيرة كلها. فعلى مفهوم الشافعي من فعل ذلك خارج جزيرة العرب ليس محرما طالما أنت أذنت لهؤلاء أن يعيشوا عندك. أنا لا أتكلم عنها دكتور عبد الخالق من منظور فقهي بمعنى جائزة من عدمه، وإنما من منظور فكري. عندما نحن دولة مسلمة، عندما نأتي بمعبد لبوذا ثم ننصبه في دولة مثلا، وليس يعني أيا كان أي مدينة مسلمة نصبناه وأتينا بالبوذيين إلى لكي يتعبدوا في بلداننا، هل هذا يعتبر أن دخلنا في موالاة البوذيين المشركين هنا؟ هو أولا عشان نمشي في المسلسل التاريخي، نعم، اليهود والنصارى موجودين في بلاد المسلمين، وفتحت كل البلاد العراق والشام ومصر، ولم يؤمر أحد بطردهم ولا بقتلهم، نعم، وإنما أمرنا بحسن معاملتهم كأهل ذمة، حتى أنه كان شرعا لو اعتدى أحد على ذمي لوجب على الأمة كلها أن تحميه وأن تحفظ عليه، ولو قتل منا من يقتل، نعم، فهذا أيضا هو ليس مسلم ويدعي أن عيسى إله من دون الله أو أنه ابن إله، يعني هذا مطلوب البراء منه أيضا. لكن هؤلاء سكان أصليون للبلاد، ما اختلفناش، ما نقوله. فإذا كنت فتحنا بلاد، إذا فتحنا بلاد فيها بوذيين وتركناهم على ما هم عليه ويؤدون الجزية لأمة الإسلام، حين تكون أمة الإسلام قادرة على أن تحافظ على نفسها، هذا لا شيء. لكن أن آتي بهم في مكان ليس هم فيه أساسا، هذا بلا شك أقل شيء يعتبر كبيرة من الكبائر، ولا يجب على حاكم مسلم أيا كان حاله أن يفعل مثل هذا. طيب. هذا الحديث يقودنا إلى الحديث عن أنواع الولاء والبراء، هل ثمة تقسيمات محددة وواضحة تفصل في هذا الأمر؟ يعني هناك ولاء لغير المسلمين، في ولاء كفر وأكررها مرة ثانية، وهو ولاء حب كفر الكافر وتمني نصرته على المسلمين. يعني أديك مثال مسلم جدا، في ولاء إذا كان يشهد لا إله إلا الله هو أيضا مرتكب كبيرا من أكبر الكبائر، حينما يأتي عالم مسلم يكتشف اختراع معين
ثم يعطيه لدولة محتلة لأراضي المسلمين، هذا ولاء. وإن أخذ من ورائه مال أو أعطوه ألقابا أو شهادات أو ميداليات عالمية، هذا ولاء للكفر بلا شك. لكن هل هو مخرج من الملة؟ ما أقدرش أقول أنه مخرج من الملة. إن كان يقينا ثابت على الإيمان بالله كقضية سيدنا حاطب بن بلتعة، ولكن يزداد سوءا عند الله إذا كان هذا سيؤدي إلى هلاك بلاد المسلمين وإيذائهم، كأن تكون مكتشفات حربية أو مخترعات تقوي هذا العدو على بلادنا. وحينئذ لو جاءت أمة الإسلام لولي الأمر أن إذا رأى أن يقتله تعزيرا لا حد. هذا هو النوع. وفي ولاء المعاصي استوى فيه المسلم والكافر، وفي ولاء أقل من هذا كله اللي هو ولاء المحبة الفطري الذي لا يترتب عليه معصية، هذا لا يحاسب عليه الإنسان. فلا يمكن أقول لشاب في أوروبا أبوه ما زال على كفر اكره أبوك، أقول له اكره كفر أبيك، وهو بيكرهه بدليل أنه بيشتغل مع أبوه بيدعوه. أنا قابلت أحد الشباب وأنا بأزور أوروبا يبكي ليل نهار، يبكي يقول إحنا أساسا من أسرة مسلمة، ولكن البلاد بتاع الاتحاد السوفيتي جعلت أهالينا لا يعرفون الإسلام، وأنا الحمد لله نجحت الآن مع أبي حتى أصبح يشهد أن لا إله إلا الله، لكن المشكلة أنه لا يؤمن بالدار الآخرة. أنا أعلم أن من لا يؤمن بالدار الآخرة كافر، لكن أنا مع أبي ادعوا لي. ويبكي الطفل، يبكي الابن هذا على أبيه. فأنا مش ممكن أقول له اكره أبوك أو اضغطه، لا بالعكس، قلت له أكثر من الدعاء ونحن ندعو معك ونقيم الليل سويا أن يهديه الله، رغم أنه لا يؤمن. حتى وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله فعدم إيمانه بالدار الآخرة كفر. ومن هذا من هذا الحديث دكتور، يعني إذا هل الوراء الولاء مثلا في قضية معينة يتسوى فيها الحاكم والمحكوم؟ بمعنى إذا ولي أمر المسلمين رجل وحاصر المسلمين وضايقهم، وربما بدا من سلوكه أنه ظاهر غير المسلمين على المسلمين فهدم مثلا الطرق التي يتنفس منها المسلمون وحاصرهم وشارك أعدائهم في حصارهم، وترتب على ذلك مفسدة عظيمة وهلاك كثير من المسلمين وتسليمهم أمرهم إلى أعدائهم، هل هذا يترتب عليه ولاء إذا كان الأمر متعلقا بحاكم المسلمين؟ ده ذنب الحاكم أشد من الفرد، لأن ذنب الحاكم بيعم ويأخذ الكثير من الناس ويؤدي إلى الهلاك. لكن أهل الأسف يعني أصبحنا في زمان يعني الكثير من الحكام يولون العدو ولاء واضحا وجليا. يعني يعتبر هذا ولاء ظاهرا أم أنه ولاء دون ولاء؟ هو سيبقى إن كان مسلما بقلبه سيبقى مسلما ظاهرا أيضا. هل هذا الذي فعله يقاربه من المنافقين؟ يقاربه من المنافقين. يعني دكتور أمور، يعني هذا الأمر ينبغي أن يوضح بشكل كبير ربما يلتبس على المشاهدين الكرام. يعني هو يرتكب أفعالا يناصر فيها أعداء المسلمين، يتسبب في ذلك قتل المسلمين وهلاكهم، ثم جنابك تقول إذا كان بقي في قلبه مسلما، يعني أنت هنا تدخل إلى الباطن. أوليس من قال يعني أسامة النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد عندما قتل مشركا، قال كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أسامة بن زيد عفوا، قال له هل شققت على قلبه؟ يعني المناط هنا المناط الظاهر وليس الباطن دكتور. نعم. هل أستطيع أحكم على هذا الثقفي الحجاج بن يوسف الذي قتل وقتل وقتل أنه كافر؟ هنا قتل دكتور، لكنه كان يعني يقود دولة مسلمة بمنهج الإسلام، كان ظالم، لكنه كان ظالما. هنا نحن نقول ولا حاكم مسلم ولا غير المسلمين. يا أستاذي هذا الرجل قتل من الصحابة من قتل، وقتل من التابعين من قتل. نعم. وكان هذا وهذا الذي يهدم كما تقول أنه أهلك أناس، لكن بلا شك أننا على العموم
بنحكم بظاهره أنه هو موالي، لكن هل هذا الولاء موالاة أخرجه من دائرة الإسلام؟ هنا محل. أم ما زال في قلبه شيء نحن نراه؟ هذا حساب عند الله. وفي الدنيا وبأحكام الدنيا ماذا يترتب عليه؟ هو مبغوض بغضا تاما، لكن ليس فيه قطع، يعني مبغوض إذن بمعنى أنه ما زال مسلما يعني، وولايته شرعية. لا هو يعني دخلنا في موضوع آخر. الولاية الشرعية دي نعم. مشكوك فيها أساسا، ربما نرتب هذا الموضوع في حلقة مقبلة. الله أعلم إذا الولاية الشرعية دي أنا لا أحسب أنها موجودة يعني. بقي محور في هذا الموضوع نبحثه إن شاء الله بعد الفاصل. نتوقف مع فاصل قصير قبل استكمال ما تبقى من الحلقة. اهلا وسهلا بكم الى الجزء الاخير من حلقه اليوم. دكتور، كيف انعكست حاله الاستضعاف التي يمر بها المسلمون منذ عقود طويله حتى ما قبل سقوط الدوله العثمانيه التي كانت تجمع شتات المسلمين؟ مروا بمراحل استضعاف كثيره، ودخل المستعمر، ووقعوا في احداث كثيره. كيف انعكست هذه الحالة من الاستضعاف على فهم المسلمين لعقيدة الولاء والبراء وعلى تطبيقاتهم العملية لها؟ الله يبارك فيك، هذا الذي كنت أتمنى أن أتكلم فيه. تفضل. هذا أدى بنا إلى إفراط وتفريط، وناس لما وجد ضعف هذه الأمة إلى هذا الحال ذهب بعضهم إلى تشدد شديد جدا، حتى جعل أي شيء نفعله مع غير المسلمين هو ولاء لهم، وهو خزي وعار ودمار وكل ما شئت من الألفاظ. وأدى من الطرف الآخر أننا يجب أن نذوب في هذه المجتمعات وأن نعيش معهم ونسالم ونهادن وكفانا ما حدث. وهذا ليس بصواب، وهذا ليس بصواب. الصواب لو أرادت أمة الإسلام وعلماءها يرب المسلم على عزة الإسلام وعلى حب الإسلام. شاب خرج من بلدنا ذهب إلى إنجلترا ليأخذ درجة الدكتوراه، وصل إلى الجامعة يوم الأربعاء، المشرفة عليه يهودية، هو عارف هذا. أول ما قابلتهم قالت مرحبا بك، نحن سنقيم يوم الجمعة حفلا لاستقبالك الساعة الواحدة ظهرا. قال لها شكرا، أنا عندي صلاة جمعة يوم الجمعة، ثم لا أريد الحفلات لأنكم تشربون الخمر وأنا لا أحب أن تشرب خمر بسبب وجودي، لأنه متميز في عمله حصل على درجة الدكتوراه بأعلى درجة، وكانت المرأة حريصة على خدمته في أشياء كثيرة جدا. نعم. ونشرت له أبحاث. لكن ما تأتيش لي لشاب يذهب يشرب الخمور ويرتكب المعاصي وتبحث له عن ولاء وبراء، استبحث له عن طهارة نفسه. يعني هذه القصة ما علاقتها بالولاء هنا دكتور؟ العلاقة أنه هنا لما كان محافظا على دينه فهم دينه، فلم يضحي من أجل الدنيا بصلاة جمعته، ولم يضحي من أجل رضا المشرفة بأن تشرب بسببه كوس الخمر. فاعتزازه بدينه جعله متمسك به، لكن لا جرح ولا آذى ولا أهمل ولا سب ولا شتم. هذا هو المسلم الذي نريده، مسلم معتز بدينه. دكتور، يعني المسلم المعتز بدينه الذي يعني يوالي المسلمين ويعادي الكافرين. نحن الآن في زمن فيما يتعلق بموضوع العولمة الثقافية والعولمة الاقتصادية والعولمة الحضارية. الآن المسلمون
مستلبون، يعني يتلقون حتى مفاهيمهم وثقافتهم وحتى أحيانا عاداتهم، ينسحب الأمر على عاداتهم من الغرب، والغرب هو في النهاية غير مسلم، غرب كافر. فكيف يمكن إعادة الاعتبار إلى عقيدة الولاء والبراء في ظل يعني انصهار المسلمين في بوتقة العولمة العالمية؟ أن يتعرف على دينه التعرف الوسطيا، يتعرف على دينه التعرف انضباط، مش بغلو ولا بتفريط، أن التشدد لا يبقي ولا يدوم، ويتعرف على جوهر وحقيقة الإسلام لا على بعض الشكليات والمظاهر التي اختلف فيها العلماء. اختلف العلماء يعني الآن في أوروبا وفي أمريكا إذا أرادوا أن يجعلوا شاب مسلم بيأتوا به بعد أن يسلم، يلبسوه ثوب إلى نصف الساق ويضع العمامة على رأسه ويمسك السواك وهو كذا صار مسلما. هل هذا هو الولاء والبراء؟ عرفوا دينه، عرفوا الدين، عرفوا حقيقة الدين أول، عرفوا أن يكون مسلما يدافع عن حقيقة التوحيد، عرفوا كيف يجادل الآخرين أن لهذا الكون إله وأن هذا الإله صفته كذا وكذا وكذا وكذا، عرفوا جوهر حقيقة الصلاة، عرفوا هذا. لكن ما هذا الثوب؟ ما هذا السواك؟ كثير من المسلمين في بلادنا لا يعرفون السواك ولا يمسكونه. هل أصبح ما عندهم ولاء للإسلام؟ الإسلام جوهر، والشكل هذا فيما نحن مقطوع فيه. يعني اللحية في علماء اختلفوا أنها ليست واجب كالإمام القاضي بن عياض والإمام النووي، وأنها مندوب، وكثير من العلماء المحدثين الآن يرون أنها مندوب، فلا تقام الدنيا ولا يكون ولاء ولا بر. هل يؤخذ بقول المحدثين إذا تعارض مع قول المتقدمين؟ من أتيت أنا وأنا قلت القاضي بن عياض والإمام النووي استثناء، هذا خلاف الإجماع، وهذا قائما على التعارض بين حديث عائشة وحديث المشابهة، وهذا موضوع طويل وله أدلته. نعم، لكن دكتور يعني مظاهر الولاء، نحن نريد أن نبحث، يعني بقي ربما دقيقتان، مظاهر الولاء ربما يتحقق من مظاهر الولاء للكافرين بقدر نقصان الجوهر الإسلامي لدى المسلم. إذا علم المسلم أن ما في قلبه من إيمان سيهتز بهذا، عليه أن يبتعد عنه، هو حكم نفسه. إذا كان يرى أن الإيمان الذي يؤمن به وأن وحدانية الله التي هي ثابتة في قلبه ستهتز بهذه الأشياء، علينا أن يبتعد عن هذه الأشياء كلها. يعني ليس هناك ضابط إسلامي إلا هو يعني تفكير المسلم، إلا أن يفعل فعلا بواحا ليس لنا فيه من الله سلطان وبرهان نشهد به أمام الله أن هذا الفعل أخرج فلانا هذا من ملة الإسلام. أما ولاء المعاصي فهذا يستوي فيه المسلم والكافر. نعم، لا فارق أن أشرب خمرا مع كافرا أو أن أشرب خمرا مع مسلما، كلهما على معصية واحدة. أشكرك. عفواً. حياكم الله. بارك دكتور. الله فيك. حوارك طيب. فيك بارك الله. في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور عبد الخالق الشريف رئيس أكاديمية الشريف للعلوم الشرعية، كل الشكر لكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.